يتلطف. هلو، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير. ام سيتين، انا مريضه مره اخرى، ماشي مشكل. غتسمعوني كنهج. يلا دخلت الدار دابا، راه الوحده ومشيت تولوت. خرجت من الخدمه مع 12 ونص، كان عندي ما يتقضى، جبت اسلام دان. الحمد لله بعدا بابا غادي يغديها، حيت انا ما قادرش ناكل نهائيا، حيت انا ما قادرش ناكل حيت ما كتذوقش. المهم نقدر ناكل. لا لا، وقيلا غادي ناكل. صراحه انا ما بغيتش ماكل الدار، بغيت ماكل الزنقه، يمكن حيتاش مريضه. المهم علينا، عندي نص ساعه خاصني نرجع للخدمه، خاصني نجمع بيتي، بيت اسلام، وخاصني لا بيت اسلام جمعاته، بيت اسلام جمعاته الصباح اول ما تخرج، وخاصني نغسل شي معنات كاينين تمايا ديال الفطور اللي فترات فيهم اسلام، وخاصني ندوز الجفاف بالزربه بالزربه باش نرجع للخدمه. اي اكيد نحن قدها. هيا بغيت كلشي مع الطوبغي، بغيت نتفرج، بغيت اريد كعكا وكاسا من الحليب. يلا يلا نبداو، نبقاو نجمع هنايا. مالك انت؟ مالك انت؟ مالك انت؟ مالك انت؟
الشتا كتصب واحد الجو جدا 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 رائع. مؤخرا ما بقيتش كندير بزاف في اللباس ديالي، فقط يكون كونفي ويكون واسع، فهمتوا؟ كما بقيتش بزاف، اللهم بقيتش بزاف كندير اللباس ديالي، ما بقاش عندي اصلا ديك الفكره ديال انني نتزين باش نخرج لبرا ولا شي حاجه، فهمتوا؟ ما عرفتش علاش، ولكن نهار انا اللي كنلبس بحال هكا قميجه وكنلبس داكشي كلاسي وداكشي ما كنتعذب بزاف، كنتعذب كنبقى مضاربه مع هذا الكول مع هذا مع هذا. المهم هو الحوايج يكونوا نقيين ونكون مرتاحه. That's it. See you. عرفت قلت لهم راه ما بقاش ناكل الماكله ديال الزنقه وغادي نبدا ناكل الماكله ديال الطاجين، راسكم ما درتو والو ايكون دابا شفتو والو. او دابا بيتزا فويت مير فويت مير. انتظروا يا قطط، وانا قلت لك في خويده مي غوي لصق ليا مع لادين كيفاش هذا كاع خزيزه سيزه باش تبان كاع بنيتي ما هي ما غلطه ماشي مشكله انا نقد بدلت حوايجي جبت اسلام دابا بقيت شهيت واحد اندومي شفتها بزاف في تيك توك كياخذوا فلفله خيزو كيقطعو مع بعضياتهم كيشحروهم ياك وكيديروا معاها مطيشه الحك. انا هذا الشيء ما عجبنيش ولكن اذا ما ترايت هيلو اسلام هيلو صافي حنا نقطعوهم يكونوا ارقاق فهمتوا انا ما بغيتش بدا الشيء ولكن حل من هذا الشيء هذا ماشي دابا نغير شوف شوف هذه الحساسيه ديال بلاتي انا يديك الدق بدا هذه الحيطه انا نقدر نصبر على هذا الشيء يكون غيوق فرصة ثانية نعطيها فرصة ثانية
اللي مره بنعسر فوق منها. لا كيلو بنا وي وي قنع ليا ما نديرش الملحه. المهم الا بغيتو تجربوها ما ديروش الملحه، ما ديروش ملحه، حيتاش اندومي ملحه مالح، عندها ديك لاص عندها ديك الغبره ديالها مالحه. صراحة كاين اختلاف، كاين اختلاف خصوصا مع الحامض. المهم انا القصة اللي مقطعاه غادي نديرو ليها هكا، نديرو ليها هكا، نديرو فوق من الخس. مع الخس فريش ما لو كيرتال. Gracias.